السلام عليكم البنات راه ما مع الشمس كي دايرين لاباس عليكم فلوق جديد ونهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله ما تنفعش في الشمس ضربه بينا الشمس المهم ماشي اليوم نتقداو ان شاء الله وغادي نشوفو ما نشريو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه شكرا لكم بزاف 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 على التعليق الزوينة وعلى دي المواساة ديالي في آخر فيديو كنت حطيته في القناة شكرا لكم بزاف 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 من كل الأعماق ديالي وشكرا على الكلمات الطيبة والزوينة وشكرا اللي طلع حملي على الولاد ديالي الله يجازيكم بخير الله يخلي لكم والديكم ويخلي لكم صحتكم ويجازا لكم ان شاء الله يا رب آه الصراحه, الصراحة كتجي كتجي وحد الساعه كتجي واحد الساعه ديال ديال الحنين واحد الساعه ديال يعني كيف ما كنقولوا حنايا طيح طيح المهم الحمد لله الشكر لله أه المهم اللي اول مره كيشوف القناه ديالي أه ما تنساش الاشتراك واللايك والجرس باش دائما نوصلك الجديد ديالي والبارطاج ان شاء الله باش كتزيد تكبر العائله ديالنا ديال اليوتيوب ان شاء الله وكنبقاو نفوجو على بعضياتنا ونواسيو بعضياتنا وكنتعرفوا وشي كيعرف كي كيتعرف مع شي وشي كي كيفيد وكيستافد المهم حنا كنكونوا عائله يعني عبر الانترنت وعبر اليوتيوب صراحه واحد الشيء صراحه ماشي غير انا اللي كنقولها كانوا كنت كنصنت بزاف القنوات اخرين كيقولوا بحال هذا الشيء هذا كيحسبني غير كيقولوها شكر باش الناس كتشارك معهم وصافي ولكن فعلا صدقوني صدقوني الاخوات فعلا هذا اليوتيوب هذا واحد المنصه واحد المنصه اللي عرفت بزاف بزاف ديال الناس عبر العالم وشي كيسول كي في شي وشي كيدعي كي مع شي وشي كيترحم كي على كي شي واخا شي كي كينصب على شي ولكن داكشي كيكون قليل الناس, الناس ماشي كلشي اغبياء المهم هاد المنصه اليوتيوب صراحه واحد المنصه اللي اللي ما عندوش يعني اصدقاء اقارب حدا احباب المهم نقولوا حنايا يعني فقد الثقه يعني في العائله او فقد الثقه في الناس المقربين او المعرفه وما عندوش مع المعارف ولا يدير معارف اقرباء ولا شي حاجه ولا كيلقاهم عبر الانترنت يعني عبر هذه المنصه هذه أه صراحه اليوتيوب اللي ما نجربوش راه ما غديشي ما يفهم الكلام اللي غنقول لك يفهموني كيفهموني غير اللي داير القنوات واللي يعني لقاو اصدقاء ولقاو يعني الناس اللي أه يعني حيت كاينين الناس بزاف الناس بحال بحال بزاف الناس عبر العالم أه يعني ولينا كنتعرفوا يعني من خلال هذه المنصات ديال اليوتيوب وبزاف ديال المنصات للتواصل الاجتماعي ولكن بالخصوص منصات اليوتيوب صراحه آه حيت كان حنا كان يعني كان الحياه ديالنا اليوميه احزاننا افراحنا يعني بحال بزاف ديال القنوات كيشاركوا الافراح ديالهم الاحزان ديالهم وكيلقاو الحمد لله الصدر رحب وكيلقاو الناس اللي كيواسيوهم في احزانهم وكيدعوا معاهم و اللي عنده مشكله راه كيلقى يعني الواحد اللي كيعطيه افكار ولا كيعاونو او واخا يقترح عليك غير فكره واخا يدعي معاك دعوة يعني شوف هو منين مثلا شي شي دوله بعيده وانت في واحد الدوله بعيده وكيدعي معاك من خلال التعليق او كيترحم كي عليك على الاب ديالك او على شي حد مات صراحه واحد ما نكيوش لكم واحد الشيء كبير بزاف زوين راه هاد الكلام هذا اللي كنقول انا ما غيحس بيه غير اللي عنده قناة اليوتيوب وتعرف مع الناس يعني ولو ما يكونش عنده مشتركين بزاف يعني ما عندوش قناة طالعة يعني راه كيكونوا غير خمسة ستة عشرة الناس كيكتبوا لك تعليق زوين ويواسيوك وي او يقولوك شي كلمة زوينة او وانتي ما كتعرفيه ما كيعرفك غير من خلال ديك اليوتيوب هو راه هو راه يعني كيخلي الكلمه يعني اللي قاسك فيها او او شي حاجه يعني بحال الا هو راه جارك او قريب لك او صديق لك المهم صراحه كتفرح واحد الشيء كيفرح بزاف 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 والحمد لله والشكر لله الواحد ملي كيكون قلبه زوين ونيته يعني زوينه وكيكون الحمد لله حتى من خلال يعني الفيديو اللي كيحط راه كيكون كل شيء باين وكل شيء وبالخصوص اللي كيصور يعني شي حاجه روتين يعني ما فيش نفاق يعني شي حاجه اللي من واقع, من واقع الحياه يعني اليوميه العاديه ديال واحد الانسان او مواطن يعني عادي عايش عادي بحالو بحال جميع يعني الناس آه كيكون آه حيت كيكون آه داك الفيديو آه كيقدر يحكي يعني فيه شي حاجه اللي كتقيس يعني بزاف ديال الناس كيكون تا هما نفس النفس عايشين نفس الحاله او عايشين نفس الوضعيه او عايشين يعني في نفس يعني نفس الشيء اللي كي اللي هو شرحها او صورها من خلال داك صاحب القناه من خلال داك الفيديو الحمد لله والشكر لله كيف ما كتعرفوا من بعد الازمه يعني ديال كورونا راه بزاف ديال الاباء وبزاف ديال الامهات وبزاف ديال الناس ماتوا وخلو اثر كبير في الناس الاعزاء ديالهم وبالخصوص يعني الناس اللي عندهم اقرباء المقربون ما غاديش نقولوا من مم يعني هو السبب الحياه ديالو يعني راه راه تخيلوا كيفاش غادي تكون واحد النفسيه ديالو راه ربي اللي عالم به لانه هو سبب الحياه ديالو يعني انه هو آه شان نقولكم بحاله بحال هو كي يعني اش هو هو الروح ديالو هو حياته هو كل شيء يعني من نهار يفقدو وبالخصوص بعيد وكان بعيد راه واحد الشيء اللي غادي ماشي يعني غير يخلي فيه واحد النفسيه مدمره راه غيخلي فيه واحد الحمد لله والشكر لله المهم كيف مشتو الفيديو كنت مشيت نتسخر انا وبنتي مشينا كملنا السخرة وسالينا يعني كيف ما قلت لكم ضروري كنبغيو نبدلو الجو باش ما ندوز الاولاد الطاقه السلبيه لان حتى ماشي ذنبهم هما لان الحياه هي هذه والحياه تستمر كما كتبوا لي بعض الاخوان وبعض الاصدقاء في, في الفيديو في التعليق الحمد لله الشكر لله لله ما اخذ ما اعطى ولله ما اخذ يعني ربي هو اللي كيعطي هو اللي كيحيي الحمد لله والشكر لله كل شيء بامر الله المهم كملنا السخيره ديالنا الناس اللي نات قدينا دك اللي خاص الحمد لله الشكر لله المهم جينا آه كيف مش تكوشي تقدينا دك المسائل كاملة اللي خاص الضروريات يعني راه خلو واحد يتسخر الصخر. صراحة السخرة ولا غالية غالية الكارو كنا كانت 100 مية الأورو كنا كان عمرو الكارو حتى السقف دابا ميتين الأورو يلا بغيتي تقولوا بغيتي تعمري اوكي بقاو الحوايج ناقصين بحال الخضروات يعني ماشي كلشي كنشريوهم بحال الفرودة ماشي كلشي كنشريوها يعني كنجيبوا داكشي الضروريات بحال الصابون بحال الزيت بحال المسائل كيف ما شفتوا الحلوى داكشي اللي كيتكل في الفطور للدراري البوكاديو اللي كيمشيو يقراو المهم الضروريات الا بغيتي تعمر الكارو خاصك 200 الاورو راه بزاف الناس كيقولها ماشي غير انا والحمد لله كلشي غلا كلشي يعني دابا اصحاب الشركات والمتاجر والمحلات التجاريه كيبغيو يردوا يعوضوا الخسائر اللي يعني ضاعت لهم في ايامات ديك كورونا في ايامات ربع شهور اللي تقريبا اللي يعني سد العالم كامل على على كل شيء يعني كانت خسائر ماديه بالجمله وكارثيه ودابا كيردوها باي طريقه واخا يكون على حساب جيب المواطن حسب يعني حياته ونفسيه والله يحسن يحسن احسن العون في كل كل واحد صراحه الحمد لله والشكر لله المهم السخره قديناها وساليناها دابا جيت هنا ندير العشاء غادي ندير واحد داك دا المكرونيس يعني كيف ما تشوفوها شرائط طويله هي مصوبه بسباكيتي عفوا بالسبانخ وانا غادي نزيد في الصلصه هنايا غادي نزيد شويه ديال السبانخ المهم هنايا جديت شويه ديال الصدر ديال الدجاج قطعته صغيور وزدت معاه البصله آه قطعتها حتى هي كيف ما شفتوا غادي نزيد معاه سكينجبير لبزار وشويه ديال الملحه والزيت البلديه طبعا اللي هي باش انا كنطيب يعني صراحه زيت البلديه واحد الشيء يعني صحي ومهم جدا وهنا عندي الثومه الثومه آه آه غبرة مطحونه يعني كنشريها انا من كارفور كتكون واجده عندهم العطريه كيف ما يعني بدك القراعي كبارين كت يعني كتشري بخطره واحده باش ما كل مره تشري يعني كل مره بشويه آه لان انا بخصوص هذا العام ما جبتش العطريه غير خليها على الله راه كنت شاركت معكم واحد الفيديو سابق لان فاش رجعت من المغرب ما جبتش معايا العطريه المهم بقات فيا حتى كل عام كنجيب العطريه ولكن هاد العام ما جبت شيء الحمد لله شكرا لله ولكن نتمنى العام ان شاء الله ما يتكررش نفس المشكل المهم هنايا بعد ما تشحر لي الصدر ديال الدجاج هنايا مع البصله والعطور كيف ما شفتوا راه عندي في الجميله الفوق عندي تما ديك سباغيتي راه كتسلق درت لها الجهد ديال الماء باش ما تبقاش ديك الماء شايط باش تجي حدو قدو يعني يبقى كتسلق في الماء ديالها باش كتجي شاحته وما خلي نقص لها البوطه باش ما تحرقش المهم هنايا يعني هنا عندي طراف ديال السبانخ يعني سبيناكا كونخيلادا زدتها هنايا في ديك الصدر يعني في ديك البيتشوا ديال البويو أه كتجي الصراحة واحد المادة جربوها أول سماء الصراحة مش أول مرة يعني هاد الطريقة يعني أول مرة غنجربها في بالسبانخ وصراحة أول مرة كنشري هاد الشرائط ديال السباغيتي يعني كنت كنشري يعني السباغيتي اللي معروفة عادية ولكن هاد المرة هادي قلت غادي نشري هاد الشرائط هادو اللي أصلا مصنوعين من السباغيتي أه بالسبانخ لا إله إلا الله محمد رسول الله بنادم تالف دايما المهم قلت غادي نجربها وندوقها نشوف كيفاش كيفاش غادي تجي الطريقه المهم زدت هنايا السبيناكاس وزدت هنا, وزد هنا الشرائح نتوما كتشوفوا راها سلقتها البولصه كامله ما صورت لكم شقبي لان ما نسيت راس راسي راسي تالف دائما تالف الحمد لله المهم انا كنحاول نخرج من هذه الازمه النفسيه يعني واخا داز عليا اكثر من عام انا كنحاول نخرج راسي منها شويه بشويه المهم هنايا تسلقات لي سباغيتي كيما شفتو زدت ديك الطريفات ديال السبيناكا وكتجي لذيذه لذيذه الصراحه وديك سب... سبان ديك سبانخ كيغير المذاق ديال سباغيتي جربوها صدقوني اقسم لكم بالله اللي كتجي لذيذه وعرب بزاف ماشي غير بزاف بزاف ولا وكتر من بزاف لان فيها دوك الصدر ديال الدجاج مشحر وغادي نزيد عليها انا ديك الصلصه ديال يعني الكريمه ديال ديال ديال, ديال الطياب هذه الكريمه آه لقيتها كاينه كتباع في المحلات التجاريه قبل ما مشيت نسخر جبتها معايا في ديك السخره نيت اللي قبل فاش كنت كنسخر كيجيو ثلاثه ديال باكيطيس يعني ثلاثه د باكيطي فيها ثلاثه د الكريتينس انا فتحت دابا غير وحده وزدتها مع هاد الصلصه هادي زدتها مع هاد هاد السباني هاد السباني خو هاد سباغيتي باش تعرفوا انا باقي نفسي اللي مضروره الهضره كتلوى ليا في فمي سبحان الله يا ربي كتلوي الهضره وكتنسى ليا المهم غادي نشحروا هادشي كلشي في المقله وغادي نخليه غير واحد شويه وهاد سباغيتي هادي كتجي كما قلت لكم لذيذ لذيذه بزاف ودغيا كتوجد وبسرعه واحد المذاق شنو نقول لكم والله ما سخيتش حق الله لذيذه بزاف يعني كنت كندير سباغيتي اخرى العاديه ولكن هاد المره جربتها في السبانخ وهاديك الشرائط اللي كيفما شفتوا صراحه واحد المذاق فين يبان المذاق ديال سباغيتي الاخرى يعني العاديه المهم ملي تشحرات هنايا زدت ليها شويه ديال الفرماج محكوك ديال الموتزاريلا يعني دائما انا كنجيبها موتزاريلا دائما عندي في السخره كنديرها في, في الكونجيلاتور باش ما يغملوش لان يعني ملي كتفتحي البورصة خاصك ضروري ديريها في الكونجيلاتور علاش لان ان فوا كتفتحي البولصه, البولصة راها كت كتغمل يعني ملي كتحشاو فيها اليدين باش تدي داك القياس اللي غادي طيبي البولصه كتبقى شايطه فيها وهاداك الشيء الاخر راه كتغمل من الاحسن رديها في كونجيلادور ملي تبغي تحت تستعمليها كتجبديها كتبقى يعني ديك الموتزاريلا وداك الفرماج محكوك يعني اي نوع الفرماج محكوك كتجيبيه كيبقى يعني الطبيعه ديالو نقي وطري ما تخليش يعني البورصة ديال الفرماج يعني محلوله هكا غير في النبره عاديه ديرها في كونجيلادور كتبقى طريه وكيبقى الفرماج على حقو وطريقه المهم كيف ما شفتوا هنايا شحرت شويه ديك ديك السباغيتي مع شويه ديال ديك الفرماج موتساريلا دغيا كتوجد لذيذه صافي حطيناها هنايا غادي يعني نتعشاو انا وبنتي صراحه جات واعره ولذيده جربوها و وشكرا لكم بزاف ومرحبا الناس القدامين دائما ومرحبا الناس الجدادين وما تنساوش اللايك والاشتراك والبارطاج باش تزيد تكبر القناه ديالنا وشكرا لكم بزاف وكنزيد نشكركم بزاف 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 على الدعوه ديالكم وعلى المواسات ديالكم ديالي الفيديو السابق يعني اللي شرحت على حساب الاب زي الله رحمه ويسع عليه مات ليا يعني ونترحموا كاملين جميعا ان شاء الله على وعلى اي واحد مات على موتانا وعلى جميع الموتى المسلمين يا ربي والله يصبر كل واحد والله الله يشافي كل واحد الحمد لله وشكر لله وكيف دا ما هذه هي انتم كتشوفوا كتجي لذيذه ما درتلاش انا الصلصه البيشاميل درت غير ديك الكريمه ديال الطيب كتجي واعره المهم الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامه وشكرا على المشاهده